أثار اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد موجة استياء بصفوف السياسيين وصلت إلى حد التباكي على السلطة القضائية المتهمة بالفساد والانحياز والخضوع للتهديدات. لم يمض على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى سوى ساعات قليلة قبل إعلان وزير الصدر دعوته للانسحاب، لكن هذه الساعات كانت كفيلة ببيان حجم الانقسام والصراع الذي ينخر جسد العملية السياسية المثقل بالأوبئة والأمراض. ساعات انبرى فيها الفرقاء للدفاع عن مؤسسة متهمة بالانحياز والتستر على الجرائم وكيل الاتهامات للعراقيين بقوانين مصممة لتكريس الإقصاء الطائفي ولتثبيت أركان الحكم الاستبدادي في المنطقة الخضراء، ليصدر هذا القضاء على إثر هذا الاعتصام مجموعة من مذكرات إلقاء القبض على خصوم إطار الميليشيات الموالي لإيران في وقت يتغاضى فيه عن تسريبات المالك الصوتية التي كشفت عقليته الإجرامية التي لطالما حذرت منها القوى الوطنية وفي مقدمتها هيئة علماء المسلمين. وفي خضم هذا الصراع الذي قد تتطور مآلاته إلى نزاع مسلح على الأرض، في ظل تبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة، استذكر العراقيون حديث زعيم ميليشيا بدر أو شيخ الإطار كما يحلو لزعماء الميليشيات تسميته واعترافه الصريح قبل سنوات بتهديد القضاء وانصياع الأخير للتهديدات. إحنا ككتل سياسية أكو يقدر واحد يحكي واحد والقضاء كنا نروح نهدده؟ إذا القضاء كان يتهدد. نعم أنا أقول لك كان يتهدد. أنا خضع للتهديد. ها؟ خضع للتهديد. ما أقول اليوم ابن أمي ما يخضع للتهديد. إذن هو قضاء مسيس وخاضع لإرادة إيران بعد أن حولته التهديدات إلى أداة لقمع الشعب وخصوم الولائيين، وبعد أن نالت أحكامه الظالمة من الأبرياء الذين تكتظ بهم السجون بسبب الدعاوى الكيدية، فضلا عن تستره على الجنات المتهمين بقتل شباب تشرين الثائرين.